طبعاً في مرحلة حرجة جداً في تدريب المهارات لدى الطلاب المراهقين والبالغين من ذوي صعوبات التعلم. طبعاً هي لها عدة مستويات. المستوى الأول هي قراءة وكتابة الحروف، وهذا مستوى ربما يعني سهل جداً. قراءة وكتابة الكلمات أيضاً في صعوبة بسيطة، لكن بالمستوى المقبول، ما يأخذ وقت كثير غالباً إذا كان في الحالات البسيطة والمتوسطة. طبعاً قراءة وكتابة الجمل يبدأ الطالب يتعثر في هذه المرحلة، يحتاج إلى الأخصائي أنه يبذل مجهود أكبر ويأخذ وقت أعلى. طبعاً إحنا نصل إلى المرحلة الحرجة جداً اللي هو في فهم المقروء والتعبير الكتابي، وهذه أصعب مرحلة في تعليم ذوي صعوبات التعلم في المراحل الكبرى، عفواً في مراحل المراهقة والبلوغ المتوسطة والثانوية والجامعة. وتزداد حاجة الطالب في هذه المرحلة إلى مهارات التفكير العلمي مثل التحليل والاستنتاج والتقييم والتركيب وأصدار حكم، ما يشكل احتمالية أعلى في الفشل. طبعاً ربما زملائي وزميلاتي المعلمين والمعلمات المناهج يلاحظون هذه الملاحظة، أن مناهج المرحلة المتوسطة والثانوية والجامعية تعتمد على فهم المقروء والتعبير الكتابي، مما يجعل الطالب يقع في إحباط شديد. هذا الإحباط الشديد هو اللي وصلنا إلى حنا نهتم بهذه المرحلتين. طبعاً صعوبات التعبير الكتابي والفهم القرائي، وهو من أكثر الصعوبات التي قد يواجهها معلم أو أخصائي صعوبات التعلم في المرحلة المتوسطة والثانوية، لها أربعة وسائل بإذن الله لو استخدمها المعلم ربما تساعد بنسبة كبيرة لتخفيف هذه الصعوبات وتجاوز الطالب بمهارات الحد الأدنى. طبعاً الدعم النفسي المستمر أنها صعوبة قابلة للحل والتخفيف من أثرها. لا تقدم وعود للطالب بالانتهاء التام، إنما أنك تحدد الحد الأعلى بأنها تخفف إلى أكبر حد ممكن مما يساعد في تجاوزها. نعم، لكن جهدك هو الذي يصنع فارق. إشراك معلم التعليم العام في الدعم النفسي داخل الفصل، لأن بعض المعلمين ما شاء الله تبارك الله، يعني ربما أنا وفقت بكوادر جدا رائعة في المدارس اللي أنا عملت فيها بمعلمين رائعين، وإذا تسمح لي أشرك يعني أسماء بسيطة حس من حقهم علي. الله يعطيك العافية، الأستاذ شاكر الغامدي، الأستاذ أحمد العنزي، الأستاذ عبد الرحمن السلطين، من الناس الرائعين عملت معهم لسنوات عديدة، كانوا حجر نجاح جدا، يعني ساعدوني كثيرا في الدعم والتحويل والتشخيص والمساعدة في تجاوز هذه الصعوبات. طبعاً من أهم الأشياء إكساب الطالب الاستراتيجيات التعليمية المساعدة في أسرع وقت والتمرين على تطبيقها، ليس مجرد أنه يعني لا أنا أعمل على إكساب استراتيجيات أنه يتجاوز هذه المشكلات، لأن قد ما حاولت أنه هو يتجاوزها الوقت في صالح، لأن أنا عندي 3 سنوات فقط في المرحلة المتوسطة و3 سنوات في المرحلة الثانوية، فعلي أني أنا أكون بأسرع حد ممكن أني أكسب الاستراتيجية وليس فقط أكسب المعلومة. لأن لو افترقنا خلى معاه الاستراتيجية يتعلم بها، يستطيع أن يستنبط منها المعلومات، توجه المدرسة أخرى، واجه مقررات مختلفة، واجه مهارات حياتية مختلفة، مجرد أن الاستراتيجية الذي يستخدمها مع جميع المهارات بيستطيع أن يتجاوز هذه العقبات التعليمية. طبعاً التدريب المستمر للطالب مهما كان، صيانة المهارات السابقة شيء مهم جداً، حتى ولو كان أصغر مهارة، لو من قراءة الكلمة المكونة من حرفين وثلاثة وأربعة، عفواً الكلمات المكونة من حرفين وثلاثة وأربعة وقراءة الجمل، لا تتوانى ولا تنتظر أنك الطالب ينساها، قم بالصيانة دائماً ولا تتوقف. طبعاً الشرح اللي بعد الله يبارك فيك. طبعاً أهم ربما يعني عنصرين في التهيئة النفسية وهي من أساسيات النجاح، تأكد أن بين بناء جسر من الثقة بينك وبين الطالب، لأن كل الكلام الماضي إذا كان ما في ثقة تأكد أن الطالب لن يقول لك على أي مشكلات له عنده، ربما لن يستطيع يعني تجاوز مرحلة صعوبات اللي عنده حتى وإن كانت متوسطة، بسبب أنه ما يقدر يوفر لك أو يقول لك أنه يثق فيك أنه يقول لك المشكلة اللي عنده أو يقول لك السلبية اللي في داخله. بمجرد أن السلبية اللي في داخله ما أظهرها لك بسبب عدم وجود الثقة، لن تستطيع تجاوز صعوبات التعلم بسهولة، وأن تجاوزتها فستكون الجودة ضعيفة جدا. في المراحل العليا مع سمط عمرك، كيف تبنى هذه الثقة؟ جميل، الثقة تبنى بأن الطالب عندي ليس تعاملي معه ليس مبني على المحاسب، إنه مبني على المساعدة. عندي ما في درجات نجاح ورسوب، أنا ما راح أسم المساعدة. نعم، اني انا موجود، اني انا موجود هنا للخدمه، انا موجود اني انا اساعدك، مش موجود عشان اوبخك، او موجود اني انا اطرح عليك معلومه وامشي، او بيني وبينك المقرر وانت حر اذا نجحت ورسبت هذه مسؤوليتك الخاصه. لا، بمجرد انك تبني هذه الثقه عليك انك تتكلم مع الطالب بشكل اخوي، تندمج مع الطالب في اهتماماته الخاصه، تكون لديك مهارات اتصال عاليه جدا،
تكون عندك القدرة على استيعاب هذا الطالب أو أختي المعلمة، استيعاب هذه الطالبة واهتماماتها واحتياجاتها وحتى مشكلاتها ولو كان خارج صعوبات التعلم، لأن هذا الاندماج اللي بيكون فيما بينكم راح يبني جسر من الثقة مما ينعكس على تعاملك معه وجودة المخرجات. طبعا بالنسبة للنقطة المهمة جدا، تأكد من عدم، بس الشريحة السابقة الله يبارك فيك، دقيقة واحدة بس، تأكد من عدم تعرض الطالب للتنمر. مع الأسف في المرحلة المتوسطة والثانوية ربما في بعض النماذج إن شاء الله نقول إنها تقل وتخف، لكن مواجهة الواقع بعض الأحيان يكون هو بداية العلاج. بعض نماذج الطلابية يكون ليش أنت ما تعرف تقرأ، ليش أنت ما تعرفين تقرأين، أنت لهالدرجة، ربما يصير فيه وصف بألفاظ ربما يعني عفوا سوقية، أنت غبي، أنت ما تقدر تقرأ، أنت ما تتعلم، أنت جاهل. هذه الأشياء كلها من الوارد أن يتعرض لها الطالب، وعليك أنك تكون أنت مع كادر الإرشاد الطلابي والمعلمين تقفون صفا واحدا للحد من هذه السلوكيات، سواء من لذوي صعوبات تعلم أو لغيرهم. لكن مع ذوي صعوبات التعلم تعرف بسبب الحساسية المفرطة وكذا قد يتعرض لهذا الموقف، بعض الطلاب يحتاجون إلى دعم إضافي لتوقف هذه السلوكية.